بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. أولاً أهنئكم وأهنئ نفسي بحلول شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأننا في شهر ربيع الأول وجرت العادة منذ سنوات بعيدة أنه في هذا الشهر الكريم نسمع أصواتا تنعق بتحريم الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. من هنا ومن هناك أناس لا نصيب لهم في علم الدين، ولا عرفت قلوبهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. لكن ليعلم أولاً أن العلم، علم الدين، علم الحلال والحرام، الفتوى لا يؤخذ إلا عن الثقات. فإن سمعتم فتوى من هنا أو فتوى من هناك على ألسنة من يدعون المشيخة ممن يحرمون على المسلمين فرحتهم بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تلتفتوا إليهم، فهؤلاء لا يوجد بينهم ثقة واحد ولا عدل واحد. ولهذا قال إمامنا النووي رحمه الله تعالى: لا يجوز استفتاء غير الثقة العارف. لا يجوز أن تطلب الفتوى من غير الثقة العارف. أما هؤلاء فهم إضافة إلى تحريمهم الاحتفال بالمولد، هم مجسمة مشبهة، يحرمون التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصالحين، ويحرمون السفر إلى المدينة المنورة إن كانت نية المسافر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون له انوي زيارة المسجد. هؤلاء يكفرون المتوسلين والمستغيثين والمتبركين والقاصدين لقبور الأنبياء والأولياء للتبرك، ويكفرون من نزه الله تعالى عن الجسمية، عن الحجم والمكان والتحيز، يكفرون من ينزه الله تعالى عن صفات النقصان. بعد كل هذا كيف يؤخذ منهم؟ كيف يلتفت إلى كلامهم؟ كيف يعتمد على ما يصدرونه من فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان؟
فالفتوى تؤخذ من الثقة العدل من أهل العلم والمعرفة الذين هم على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه نقطة في كلامنا اليوم. نقطة ثانية، هؤلاء الذين يشوشون على المسلمين ويتكلمون في قضية الاحتفال بالمولد يقولون هذه بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بذكرى مولده، ولا الصحابة احتفلوا بذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ابتدعوا دينا جديدا، ابتدعوا عقيدة التشبيه والتجسيم، فوصفوا الله بصفات المخلوقين، وصفوه بأنه جسم، وجعلوا الله بزعمهم بذاته على العرش حقيقة. يقولون الله على العرش حقيقة. ما معنى على الحقيقة الله على العرش أو فوق عرشه على الحقيقة؟ معناه يعني هو جارح، له جوارح، جسم، حجم، كيفية. فإذا هؤلاء ابتدعوا دينا جديدا، اعتقدوا في الله تعالى ما هو من صفات المخلوقين، ثم جاءوا يموهون على الناس ويقولون المولد وقراءة القرآن على الأموات المسلمين والذكر الجماعي والصلاة على النبي جهرا بعد الأذان، يقولون كل هذه بدع محرمة، يزعمون أن كل هذا حرام ليوهموا الجهال أنهم هم المتمسكون بالدين. يعني هذا الذي أذكره دائما ليكن على ذكر منكم، على استحضار منكم، لا يذهب عن بالكم هذا الذي أذكره. إذا تكلم أحد منهم معكم في أمر المولد وفي القضايا الأخرى ابدأوهم بهذا. أنتم تحرمون على المسلمين أن يفرحوا بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، بينما أنتم تنسبون إلى الله النقائص، تشبهونه بخلقه، تصفونه بصفات خلقه، تكذبون القرآن الكريم، وتكذبون العقل السليم. أنتم من ابتدع دينا جديدا وعقيدة ليست من الإسلام في شيء. هذا الذي تقولونه ليس هو الإسلام، ثم جئتم تتكلمون بمسائل فرعية فقهية تعتبر من المستحبات وليست هي من الفرائض. عندما نقول مشروع لنا أن نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس فرضا واجبا، ولا نقول الطريقة الصوفية فرض واجب، ولا نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت المؤذن جهرة فرض واجب. نحن لا نقول هذا، لكن نقول أن هذا الفعل حسن، يثاب فاعله بالنية الحسنة. هذه البدع الحسنة التي أحدثها العلماء نحن لا نقول عنها هذه فرض واجب، إنما نقول هذه مستحبة،
لزيادة فعل الخير للطاعات والحسنات والأذكار والثواب وزيادة الأجر، هذا ما يقوله أهل السنة. أما أنتم ليس لكم متمسك في عقيدتكم، عقيدة التجسيم، ما لكم على ما تعتقدون في الله من دليل، لا من القرآن ولا من الحديث ولا من العقل، إنما اتبعتم في ذلك الكرامية، والكرامية مجسمة كانوا في زمان قديم أخذوا عقيدة التجسيم عن اليهود، فكيف ساغ لكم وأنتم لستم على عقيدة الإسلام أن تتكلموا في الفرعيات وفي البدعة الحسنة وفي البدعة المذمومة، وأنتم أصل عقيدتكم تناقض عقيدة المسلمين؟ هناك قضية مهمة، قد تصادف في مكان ما، في وقت ما، في حالة ما، واحدا من هؤلاء المشبهة المجسمة نفاة التوسل الذين يحرمون الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، قد تصادف أحدا منهم في مجلس، في الطريق، في العمل. هؤلاء لهم طريقة في افتتاح الكلام مع الناس، كيف يبدأون الناس بالكلام ترويجا لما يعتقدونه من الفساد. يأتي الواحد منهم إلى المسلم يقول له: أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ إذن الله يقول في القرآن أنه أكمل لنا الدين، فالدين كامل، والنبي ما مات حتى اكتمل الدين، فالذي يأتي بابتداع بدعة ويسميها حسنة بزعمهم، هذا يكون استدرك على الله واستدرك على الرسول واستدرك على الوحي واستدرك على الشرع. يعني كأنه يقول بزعمهم: هناك أشياء غفل عنها رب العالمين، وغفل عنها رسول الله، وغفل عنها القرآن، وغفل عنها الشرع، وغفل عنها الدين، وهم اكتشفوها، فيستعملون هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ليحرموا ما أحدثه علماء الإسلام الكبار من أهل العلم والاجتهاد والولاية، فيحتج هؤلاء بظاهر هذه الآية. تعرفوا بأي سورة هذه الآية؟ سورة المائدة. سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، الآية من سورة المائدة، لكن متى نزلت هذه الآية؟ طبعا سورة المائدة ما نزلت كلها دفعة واحدة في وقت واحد، هذه الآية نزلت في حجة الوداع، في آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه هذه الآية يوم الجمعة
بعد العصر في عرفات، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمت في تلك الساعة. لما نزلت هذه الآية وبلغها للمسلمين ما مات بعدها فورا، ذكر الآية وبلغها ثم مات، إنما عاش بعدها نحو 3 أشهر. بعدها عاش 3 أشهر والوحي ينزل عليه. فإذا هذه الآية ليست آخر آية نزلت من القرآن الكريم. وهم لو تتبعوا كلام العلماء لظهر لهم أنها ليست آخر آية نزلت من القرآن. طيب إذن ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ معناه أن قواعد الدين تمت واكتملت، قواعد الدين، بدليل أنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية آيات وأحكاما عديدة. بعد نزول هذه الآية نزلت عدة آيات على النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت. فإن قال الوهابية نفاة التوسل المحرمون على المسلمين الاحتفال بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين تم، والنبي لما بلغ هذه الآية ما كان يحتفل بذكرى مولده، مات ولم يحتفل بذكرى مولده. فإن قالوا ذلك أن بعد هذه الآية لا يوجد حكم، لم ينزل حكم جديد، شو بيكون عمله؟ يقال لهم تكونون قد ألغيتم حكم الربا. هذا واحد، لأن تحريم الربا نزل بعد هذه الآية، هذا حكم شرعي، وأحل الله البيع وحرم الربا. تحريم الربا نزل بعد هذه الآية، بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه عن آية تحريم الربا إنها من آخر ما نزل من القرآن، وقد نزلت بعد المائدة، بعد آية المائدة، نزلت بعد آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا الواقع يكذبكم، أنتم تقولون الله قال اليوم أكملت لكم دينكم على معنى أنه بعد ذلك لا يوجد أحكام نزلت، فالواقع يكذبكم، فليس لكم أن تحتجوا بهذه الآية على تحريم الاحتفال بالمولد. إذا قلتم بعد هذه الآية أحكام لا يوجد أحكام بعد هذه الآية لأن الدين اكتمل، حتى إنكم زعمتم أن الفروع والقضايا الصغيرة الفرعية اكتملت بحيث لا يوجد بعد ذلك أصل ولا فرع، تكونون ألغيتم بهذا الكلام أيضا مسائل هي في الميراث، هي في الميراث. فالآية في المواريث أيضا نزلت بعد آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم.
آيات تحريم الربا نزلت بعد آية المائدة، آية الكلالة نزلت في المواريث نزلت بعد آية المائدة. الكلالة شو يعني الكلالة؟ هلا فيها تفاصيل ما حنفوت بيها. معناه إذا الشخص مات وما له أب وما عنده أولاد مقطوع، لا أب يرث ولا أولاد يرثون. في آيتين في القرآن فيها ذكر الكلالة بتفاصيل وتفريعات. هذه الآية نزلت بعد آية المائدة، وبقي الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقوف بعرفة لنحو 3 أشهر. يعني بعد آية المائدة بقي الوحي ينزل عليه لمدة 3 أشهر تقريبا. إذن لا متمسك للوهابية بآية المائدة، لا متمسك له. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه نزلت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 8 أيام، هي آخر آية نزلت. بعد هذه الأدلة وبعد هذه الآيات وبعد قول عمر وبعد قول كل علماء التفسير من القرطبي للطبري للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الذين قالوا إن آية الكلالة وآيات تحريم الربا نزلت بعد المائدة، معنى ذلك إيش؟ نسف ما كنتم تضحكون به على الناس، انهدم ودمر هذا التمويه والدجل والكذب الذي كنتم تدجلونه على الناس وأنتم تحتجون بزعمكم بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فتقولون كيف تقولون الاحتفال بالمولد بدعة حسنة؟ كيف تحتفلون بالمولد؟ هل تدعون أن دين الله ناقص؟ هكذا يقولون للمسلمين. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، منين جبتولنا على زعمهم أن الاحتفال بالمولد بدعة حسنة يؤجر فاعله؟ هل تزعمون أن دين الله ناقص؟ بيجوا على زعمهم بدون يرعبوا للشخص. يقولون النبي ما نصح الأمة بالمولد ولا صرح بذلك، كما أنه لم ينصح الأمة بالبدعة الحسنة، وأنه على زعمهم ترك الدين ناقصا ومات. هيك بيجوا لعندك بقول لك انه انت عم بتقول هل النبي احتفل بمولده؟ لا. اليس الله قال اليوم اكملت لكم دينكم؟ بلى. طيب والنبي مات، يقولون لك هل تزعم ان النبي مات وقد ترك الدين ناقصا؟ هيك بيجوا التمويه. إذا واحد منهم هؤلاء قال لك هيك إنه بتقول النبي مات وترك الدين ناقص، حتى جيت أنت ابتدعت الاحتفال بذكرى المولد وغيره من البدع الحسنة. قلنا في السابق أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معناه قواعد الدين تمت، مش كل الفروع، القواعد الأصول تمت، بدليل أن آيات تحريم الربا وآيات المتعلقة بالمواريث التي ذكرناها نزلت بعد آية اليوم أكملت لكم دينكم. هذه نقطة. في نقطة ثانية وعندهم هذا على زعمهم حجة كبيرة، على زعمهم أنه هذا دليل قوي، لا تقوم للمخالف لهم قائمة بعده. شو هو؟ يقولون
المولد هل فعله النبي؟ هل احتفل النبي بمولده؟ هل احتفل أبو بكر مدة خلافته بمولد رسول الله؟ هل احتفل عمر مدة خلافته بمولد رسول الله؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل علي؟ هل احتفل الصحابة بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل المسلمون اليوم؟ يقولون لو كان فعل المولد خير لفعله الرسول ولفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، يضحكون على الناس بهذا لتحريم المولد. فأنت إذا جاك واحد منهم قال لك كيف عم تحتفل بالمولد؟ هل النبي احتفل بالمولد؟ هل فعل ذلك؟ يا أخي أبو بكر هل فعل ذلك؟ عمر هل فعل ذلك؟ مش هول السلف الصالح الذين ينبغي أن نتأسى بهم ونقتدي بهم؟ كيف أنت عم تحتفل بالمولد؟ الجواب على ذلك إيه؟ ثم يتمسكون بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن هم يستعملون هذا الحديث يحملونه على غير معناه، على غير محمله. يقول لك مش النبي الذي تحتفل بمولده قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهو لم يفعل، أنت من ابتدع هذا على زعمهم، معناه ابتداع هذه البدعة التي فعلها المسلمون بعد ذلك كل الذين أقروها وعملوا الاحتفالات بالمولد واستحبوا، كل هؤلاء من أهل الضلال في النار. الجواب على ذلك أن يقال لهم لو كان الأمر كما تزعمون أن ما لم يفعله الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة يكون شيئا قبيحا لمجرد أنهم لم يفعلوه، فأنتم بذلك تتهمون الرسول بأنه جاهل، وتتهمونه بأنه حسن الضلالة، وتتهمونه بأنه قال إن في الضلالة أجرا وثوابا. حينصدم، شو عم تحكي؟ لأن الوهابية مع تناقضاتهم من ابن تيمية شيخهم شيخهم إلى تلميذه ابن القيم الجوزية إلى محمد بن عبد الوهاب إلى ابن باز إلى ابن عثيمين إلى الفوزان إلى سائر الأذناب كهذا الذي هو في فلسطين وافقهم، والذي في تونس وافقهم، والذي هو في المغرب وافقهم، والذي في لبنان وافقهم، كل هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا يوجد بدعة حسنة أو بدعة مستحسنة أو بدعة هدى، إنما البدعة دائما تكون ضلالة، هكذا يقولون، البدعة دائما هي بدعة ضلالة، ما في شيء اسمه بدعة حسنة بزعمهم، ولا بدعة مستحسنة، ولا بدعة بدعة خير، بدعة هدى، إنما البدعة عندهم كلها بدعة ضلالة. يقال لهم بهذا الكلام أنتم اتهمتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه روج للضلالة ومدح الضلالة وقال إن الضلالة فيها أجر وثواب. نحن نين الكلام نسمعه؟ ألستم تقولون أن البدعة دائما هي ضلالة على الإطلاق؟ تقولون ذلك، لا تنكرونه، لا تخفونه، فماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم
من حديث جابر بن عبد الله البجلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. ما معنى سن في الإسلام؟ يعني ابتدع شيئاً، ابتدع شيئاً، لأن البدعة ما معناها من حيث اللغة؟ ما معنى البدعة من حيث اللغة؟ إحداث أمر لا على مثال سابق، إحداث شيء ليس على مثال سابق. قد يكون هذا المحدث خيراً إذا بني على قواعد الشرع، وقد يكون قبيحاً إن خالف الشرع. هذا معنى البدعة. كلمة بدعة في اللغة ليس معناها قبيح، ليس معناها شيء قبيح. كلمة بدعة في اللغة ليس معناها ضلالة. البدعة ما أحدث على غير مثال سابق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدع شيئا حسنا فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. أنتم تقولون البدعة دائما ضلالة، وهنا في هذا الحديث الصحيح بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من البدعة ما فيه أجر، ما يؤجر فاعله، أن من البدعة ما هو حسن غير مستقبح. فإن قلتم كما حرف شيخكم ابن باز إن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس معناه أحدث، ليس معناه ابتدع. ابن باز هكذا قال: من سن ليس معناه من أحدث، من ابتدع، إنما معناه من أحيا سنة ماتت، اندرست، كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الناس تركوها، ما عادوا يفعلونها. فابن باز قال: هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، يعني من أحيا سنة ماتت. كلمة سن غير معنى أحيا باللغة، كلمة سن ليست مرادفة لكلمة أحيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. ليش هون النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من سن سنتي عند فساد أمتي؟ لأن من سن ليس معناه من أحيا، من سن يعني من أحدث، من ابتدع. أحيا غير سن. لو كان المعنى واحد لماذا غاير النبي بين المعنيين، بين الكلمتين؟ هناك قال من سن، وهنا قال من أحيا، هذه واحدة. ثم لو كان معنى الحديث كما زعم ابن باز من سن في الإسلام شيئا سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء، لو كان معناه من أحيا سنة كانت قد اندرست، طب كمل الحديث يا مدعي الفهم، كمل الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. أنت فسرت من سن بالأول يعني ابتدع، يعني أحيا بالأول، شو فسرت من سن؟ يعني أحيا سنة كانت ماتت اندرست، فأعاد العمل بها ودعا الناس إلى العمل، هكذا فسر. طيب، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هل تزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ما هو سنة سيئة اندرست
فجاء بعده من أحياها، هل تزعم أن النبي كان يفعل سنة سيئة؟ هل معناه من أحيا سنة سيئة كنت أفعلها؟ والعياذ بالله، شو هالجهل؟ شو هالجهل؟ فإذا من سن في الإسلام ليس معناه من أحيا، معناه من أحدث، من ابتدع، بدليل ما رواه مسلم، بدليل ما رواه مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الرواية انفرد بها مسلم، وهناك رواية أخرى رواها البخاري ومسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هون الشاهد، فهو رد. النبي ما قال من أحدث في أمرنا فهو رد، يعني كل من يحدث شيئا يكون مردودا عليه، لا، قيد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه. طيب فإن كان منه، يعني فإن كان مبنيا على قواعد الشرع، ولو لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم يفعله الخلفاء الأربعة، هل يكون مردودا؟ إن كنتم تزعمون أنه يكون مردودا، لما استثنى رسول الله؟ لما قال ما ليس منه؟ لما قيد؟ فهناك إذن إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء المجتهدين الأئمة الكبار من أمته أن يحدثوا بعده ما يكون موافقا لشرعه، يعني ما يكون مبنيا على قواعد شرعه، وإن لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر بعينه لكنه موافق لقواعد الشرع. هذه الأحاديث الثلاثة، من سن في الإسلام سنة حسنة، الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذه الأحاديث الثلاثة تؤكد أن هناك سنة مقبولة حسنة. والإمام الشافعي رضي الله عنه شرحها، بينها كما في كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي، هو ينقل عن الشافعي أنه قال بدعة الهدى، يعني البدعة الحسنة، ما أحدث، يعني ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحدث مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع والأثر، يعني يوافق القرآن، يوافق الحديث، يوافق ما أجمعت عليه الأمة، ويوافق الأثر، ما جاء عن الصحابة، ما أثر عنهم. طيب الإمام الشافعي ليش قسم هذا التقسيم؟ أليس لأنه فهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجود البدعة الحسنة؟ أم تزعمون أن الرسول كان جاهلا حين قال عن البدعة الحسنة إن فيها أجرا؟ أو تزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام شجع على البدعة القبيحة؟ أم تزعمون أن الشافعي لا يعرف ولا يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال إن بدعة الهدى ما كان موافقا للقرآن والحديث والإجماع والأثر، بينما عندكم البدعة واحدة هي بدعة الضلالة، ولا يوجد بدعة حسنة بزعمكم؟ فإذا هذا دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فهم الإمام الشافعي، وعلى هذا كل الأمة الإسلامية، على هذا شراح السنة النبوية، وعلى هذا علماء اللغة العربية،
وهو أن معنى من سن في الإسلام سنة يعني من أحدث، من أحدث. أما الوهابية فيقال لهم أنتم زورتم فقلتم سن يعني أحيا، ونحن نقول لو كان معنى سن أحيا لماذا قال الرسول من أحيا سنتي عند فساد أمتي ولم يقل من سن سنتي عند فساد أمتي؟ فواضح أنه إنما قال ذلك لأن سن معناه ابتدع وأحدث، أما أحيا فلا تعطي المعنى الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة، لأن معنى أحيا يعني شهر، نشر بين الناس، ذكر، دعا الناس إلى التمسك بهذه السنة، هذا معنى أحيا. أما الوهابية فقد غفلوا عن معنى سنة فحرفوا معنى الحديث الأول بمعنى الحديث الثاني. قضية أخرى رداً على قولهم لو كان فيه خير عمل المولد ما كان فعله الرسول، هكذا يقولون، كيف عم تحتفل من المولد لو كان فيه خير النبي ما كان فعله، لكان فعله النبي ولكان فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقال لهم أليس في صحيح مسلم؟ وهم يعتبرون صحيح مسلم، يعتقدونه، أليس يحتجون بحديث الجارية برواية مسلم؟ فهم يعتبرون صحيح مسلم. أليس في صحيح مسلم أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إليه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وكلمه في جمع القرآن؟ يعني ما رأيك أن نجمع القرآن في مصحف؟ لأن القتل كثر في حفظة القرآن من الصحابة في حرب اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، كثير من القراء يعني من حفظة القرآن ماتوا في هذه الحرب. فجاء سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر يقترح عليه أن يأمر بجمع القرآن في مصحف، فقال له سيدنا أبو بكر كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله؟ ما قال حرام، لكن هذا الأمر يحتاج إلى اجتهاد. قال كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله؟ يعني النبي ما نص على ذلك، كيف أفعله؟ إذن أنا أحتاج أن أجتهد فيه لأنني من أهل الاجتهاد. ثم قال أبو بكر ما زال عمر يراجعني، يعني مش من أول مرة، ما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر. شرح صدر أبي بكر لجمع القرآن في مصحف. ثم طلب سيدنا أبو بكر سيدنا زيد بن ثابت وأمره أن يجمع القرآن، فقال زيد لأبي بكر ولعمر كيف تفعلان ما لم يفعله رسول الله؟ فقال أبو بكر لزيد هو والله خير، هو والله خير. طيب إن قلتم يا وهابية نحن لا نفعل ما لم يفعله الرسول فإنكم بهذا تشهدون على أبي بكر وعمر وزيد ثم على كل الأمة الإسلامية بعد ذلك بالضلالة، لأنهم فعلوا ما لم يفعله الرسول ولم يأمر به. متى قال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا القرآن في المصحف؟ أبرزوا لنا حديثا واحدا ولن تجد. أين قال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا القرآن بين دفتي المصحف؟ ما قال، فعل ما فعل، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه قال في بادئ الأمر كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله، وزيد قال لعمر ولأبي بكر كيف تفعلان ما لم يفعله رسول الله،
فإذا هذه شهادة من أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت بأنهم فعلوا شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول الوهابية كل ما لم يفعله الرسول يكون ضلالة؟ ثم ماذا تقولون بقوله صلى الله عليه وسلم أو في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ؟ هل تقولون معنى سنتي هنا أن ما فعله الرسول هو عين ما فعله الخلفاء الأربعة من بعده مما لم يفعله رسول الله؟ النبي لا جمع القرآن في مصحف ولا أمر بذلك، لكن فعل ذلك أبو بكر وعمر وزيد. والنبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، وهم فعلوا ما لم يفعله الرسول في هذا الأمر ولا أمر به ولا حض عليه. فلو كان الأمر هكذا كيف قال أبو بكر سأفعل، كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله؟ وكيف قال زيد كيف تفعلان ما لم يفعله رسول الله؟ نعست طيب. نتوقف هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. من حاز العلم وذاكره سعدت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بوركتم.